السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع تلاميذ التحضيري وسلسلة الدروس نكمل حروفنا مع حرف جديد هو حرف الخاء. حرف الخاء سوف نكمل الحروف. تاريخ اليوم، نكتب تاريخ اليوم الأحد، نتابع النقاط 8 أوت 2021. حرف الخاء سوف نرسم نقاط والتلميذ يتابع النقاط. خاء خاء خاء. ولا تنسوا استعمال اللوحة بكثرة لكي يتعلم الطفل. والعجين خاء خاء خاء. خاء خط قوس خاء. خط قوس نقطة. خط قوس نقطة. هنا أعطوني كلمة تبدأ بحرف الخاء. خبز. قولوا لهم هكذا، أعطوني كلمة تبدأ بحرف الخاء، يقول لك خبز. خوخ. خبز خبز خبز. ننتقل إلى المراجعة. عندي حرف الألف، قل له أعطيني كلمة فيها حرف الألف. ألف قل لك أرنب أسد أحمد. قولي له يقول لك هكذا أرنب. نكتب كلمة أرنب، نتابع النقاط. راح يتذكر أكيد، مش راح يعرف يقرأ الكلمة بصح راح يشفى. أرنب. أعطوني كلمة تبدأ بحرف الباء. بقرة. بطيخ. بطيخ هكذا. بطيخ بطيخ. نكمل حرف التاء، نكتب حرف التاء، يتابع النقاط ويدير الخطوط، خط أفقي خط صغير نقطتين. أعطيني كلمة تبدأ بحرف التاء. تامر. تامر هكذا. اكتبوا له في الكراس وديروا له نقاط واستعملوا اللوحة هكذا. ننتقل إلى حرف الثاء. أعطوني كلمة تبدأ بحرف الثاء. ثعلب. ثور. ثعبان. ثعلب ثعلب. حرف الجيم. جمال. جزر. جاء ما لازم تقولوا لهم يقولوا لكم كلمات فيهم حرف الجيم. ننتقل إلى حرف الحاء. حصان. اعطوني كلمة تبدأ بحرف الحاء فيها حرف الحاء. حصان. حرف الخاء هذو الحروف اللي رانا واصلين ليهم. خاء خاء خاء. خوخ. خوخ خوخ. تابع لك النقاط فقط وقول لك كلمات فيهم حرف الحاء. عدنا هنايا انتقلوا يكتب لك 3 قوسين، خلوه يكتب لكم الواحد، يكتب لكم الأربعة، ديروا له حساب عملية. مثلا قول له كم هنا من نجمة، يقول لك واحد، يكتب لك الواحد إذا كان تعلمه. هنا كم قريصة، يقول لك 4. 1 2 3 4 يكتب لك 4. قل له هنا كم يوجد من، يقول لك ولا يوجد شيء، 0، يكتب 0. هنا مكتوبة 3، كم نضيف مثلث تصبح 3، أضيف مثلثين. هنا 4 خشيبات، لازم نزيدوا 3 باه يصبحوا 4. ننتقل إلى العلم والنشيد.
الوطني لازم التلاميذ يحفظوه، حفظوه علم اهم شيء. قسما تحية العلم كي يدخلوا المدرسة لازم يأدوا تحية العلم، لازم يكونوا حافظينها. النشيد الوطني الجزائري. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. هذه حفظوها، النشيد الوطني لازم يحفظه. الآن ننتقلوا للعلم، لازم تعلموهم يرسموا العلم. وش نحتاج؟ نحتاجو لون أخضر، لون أحمر، ونحتاجو نكتبو أيضا. لازم تعلموهم يلونوا، نرسمو لهم في ورقة هكذا. راح نرسمو لهم في ورقة، راح نحددو لهم، نرسمو النجمة والهلال. النجمة والهلال، وقولوا لهم لونهن. راح نحتاج إلى الأحمر لكي نلون النجمة والهلال. لازم يحفظوا الألوان، كيفاه لون النجمة والهلال، لونهم دائما باللون الأحمر. لازم يتعلموا التلوين. أنا هاني هنا ما نلونش مليح لأني نوريكم فقط، علمهم يلون. لازم يكون كيما هكذا، رسموا لهم في ورقة ويلون علم الجزائر، ويحفظوا الأنشودة، لازم يحفظوها. اليوم راني درت لكم النشيد الوطني ورسمة تاع العالم والتلوين. ادخلوا صفحة تاع الفيسبوك وروا لي الرسمة واش كيفاه لونوا. شانيل جاهدة راكم تجدون في الفيسبوك، شانيل جاهدة، وروا لي الرسمات اللي رسموهم تاع العالم اللي لونوها. اذا داروا ارقام او حروف ثاني وروا لي، ابعثوا لي هكذا يلونوه مليح.